مساء الخير على كل مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي، نادي القرن، الأهلي فوق الجميع. النهاردة عندنا حلقة وحلقة مميزة جدا تحت عنوان لا للتعصب. احنا مش هنسيب الكلام ده خالص، لكن قبل ما ابدأ اتكلم عن ضيفنا النهاردة، ان معانا ضيف تقيل قوي، ضيف محبوب من جماهير الكرة المصرية كلها، سواء أهلي، زمالك، ترسانة، اسماعيلي، اتحاد مصري، كل الفرق المصرية كلها، لأن سايب سمعة طيبة وكان على خلق عادي غير عادي. لكن اللي أنا عاوز أتكلم فيه النهاردة رأي المجري، هو رأي صغير قوي. الفترة اللي فاتت حصل أن مستر كرويش المدرب المدير الفني لمنتخبنا القومي حصل فيه اختيارات للمنتخب، والماتش بتاع ليبيريا قالك أنا هختار بعديه وبتاع، فاللي حصل أن اختار المجموعة من الفرق واستغنى عن بعض اللاعبين، أو مش استغنى عنهم، قال لك إن دول في الفترة دي بالذات أنا مش محتاجهم، إنما بعد كده أنا محتاجهم. وبصينا لقينا في الاختيارات بعد كده في أبشة ومحمد شريف. محمد شريف هداف الدوري، وأبشة طبعًا لعيب سوبر ستار. بعض الناس لما اتكلمت قالت لك خدتها بحساسية قوي، وقال لك ان ده ما ينفعش، وده واللي بيحصل دوت ده حاجات مقصوده والكلام ده. انا عايز بس اقول للساده المشاهدين وكل الشعب المصري، نسيب الراجل يشتغل، نسيب الراجل يفكر صح. اكيد كل لعيب ليه مرحله، احنا كلنا مرينا بالكلام ده. كان بيجي مدربين كتير جدا يقول لك انا مش عاوز مصطفى عبده الفتره دي، لا انا مش عاوز الخطيب، لا انا مش عاوز حسن شحاته، انا مش عاوز فلان، انا مش عاوز فلان. كان بيحصل الكلام ده، انما احنا بقينا 100 مليون مدير فني موجود عشان نتكلم مع الراجل. احنا عارفين قد ايه السوشيال ميديا بتاثر، واثرت قبل كده في ان اتشال المدير الفني اللي قبليه. احنا عاوزين نقول اتمنى، او انا اتمنى من كل قلبي، ان يكون دي اختيارات المدير الفني، ما يكونش ناس ودنيه على الراجل او ناس داخل الاتحاد. وانتوا عارفين قصدي بدون ذكر اسامي. احنا عاوزين نرتقي بكره القدم. نرتقي يعني معنى احنا نسيب المدير الفني يختار صح. الراجل قبل كده كان مع منتخب ايران وصل بيه كاس العالم، وفي روسيا وصل بيه كاس عالم، واخد ثلاث بطولات كاس العالم للشباب في البرتغال. والراجل كان مساعد مدرب فيرجسون اللي هو المدير الفني لمانشستر يونايتد، قعد حوالي 28 سنه اللي هو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. فعشان كده انا مش عايز بقى الناس تبدا تتكلم تقول لك اصل خد، وناخدها بقى اهلي والزمالك واسماعيلي، لا ده ما خدش ده عشان كذا. بس اللي انا كل بتمناه من كل قلبي، ان يكون دي اختيارات المدير الفني. وانتوا فاهمين قصدي كويس، ما يكونش في حد مأثر على الراجل، سواء من الجهاز او ناس في اتحاد الكوره. خلينا نعدي المرحله دي، وبعد كده نبقى نتكلم مع الراجل، او الراجل يقدر يقول لك انا ليه ما اخترتش فلان عن فلان. فاحنا من فضلكم عاوزين الفتره اللي جايه ديت، عاوزين نبقى فيه هدوء ونخلي الراجل يشتغل بالراحة كده وبهدوء، عشان نقدر نحقق الهدف المراد من وصولنا لكأس العالم.